احنا برنامجنا اذا ما كنا واذا ما انتخب علينا الشعب الجزائري راحين نسيروا البلاد بحكومه تاع وحده، بحكومه سياسيه لتوحد الجزائريين، لتجعل الجزائريين مجتمعين في اطار شراكه سياسيه توحد بين كل الجزائريين، كما الشراكه اللي صنعوها السته اللي فجروا الثوره، وكما الشراكه اللي قروها مجموعه 22، وكما الشراكه اللي دافعوا عليها الناس اللي اقاموا مؤتمرات عديده في اطار توسيع الثوره وفي اطار انجاح الثوره الى ان حققت الهدف الاول.